مفتي الثقلين ومش عارف ايه وسيد كذا كذا وجامع كذا كذا ومجمع البحرين. الفقير الله هو فقير ايه؟ هو ظل في فخر؟ ايش التناقضات هذه؟ صفحة كاملة انت نعتها بنعوت ربما تعجز ان تنعت بها الله بالطريقة هذه. بشر يا اخي من لحم ودم، ايش يبقى فيه من عقل هذا الانسان؟ نفختموه مثل البالونة يا اخي هذا، والله اي شيء يفجره في الاخير. اضللتموه عن نفسه عن قدره. وقال ايه؟ الفقير الى فقير، ما ظلش فقر بعد صفحة، ما ظل فقير. النبي كلمتين قالوا يا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خير. قال أيها الناس عليكم بتقواكم، لا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد ابن عبد الله عبد الله ورسوله، ووالله يحلف ووالله ما أحب أن ترفعوني فوق المنزلة التي أنزلني الله عز وجل. الله جعلني عبد الرسول، أقول عبد الله ورسوله وبس، لا تزيدوا ولا تبالغوا. قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، ولكن قولوا عبد الله ورسوله. يا سلام يا رسول الله، تواضع حقيقي، تواضع حقيقي. في بعض الناس أنت ترى التزييف في تواضعه في والله في دقيقة واحدة، بالله العظيم في دقيقة واحدة يلتفت إلى هذا، يلتفت لك نعم هذا في دقيق في ثانية يلتفت إلى من هو أعلى منه ومن يرجو فضله فيذل ويبخع، ثم يلتفت إليك وأنت من عامة الناس فيبؤ ويزهو. ماذا؟ ماذا تريد؟ ماذا يا أخي؟ هل أنت شخص أم شخصان؟ هل أنت مشطور؟ هل أنت مفصوم؟ هذا من الكذب، هذا من الكذب. لذلك تنزع البركة، ما في بركة لا في علم ولا في دين ولا في شيء، ما في بركة وما في رضا إلهي، ما في بركة حتى إلهية تتنزل علينا، لأنه في كذب. صدق، من أراد أن يتعلم الصدق يتعلمه إيه من سيد الخلق، هذا هو الصدق. يقول ووالله يحلف، يقول لا أحب هذا، يقول لا أحبه، لا أقول هذا إيه تكلفا، لا أحبه يقول. والصحابة يعرفون هذا، لذلك يحبونه جدا ويحبون أن يقوموا له، ولكن يعلمون أن هذا يغضبه، يظلهم جالسين على مثل جمر الغضاء، يظلون جالسين على مثل شوك السعدان، على مثل جمر الغضاء، حابين يقوموا بس يعرفوا يكره هذا. يا سلام، عليه الصلاة وأفضل السلام. إذن هو سيد المتواضعين، سيد المتواضعين أيها الإخوة، لا يتواضع للكبار فقط، يتواضع للناس كلهم.